سوري تاخرت عليكي بس الاوتوستراد عجقة مسكر. ولا يهمك، تفضلي تفضلي. لك يا عمي شو عم بصير معي؟ ثلاث ساعات خلصيني بقى، سيسريني بيضيني. عم بعمل لك خلطة، ايش بدك تدعي لي عليها؟ رح ادعي لك، رح ادعي لك. حطيت لك فيها كل شيء، في فواكه من الموز للبرتقال للاناناس للفريز للكيوي، كل شيء بيخطر على بالك. شميلي ريحتها. شو هي؟ ولا محمضين؟ مش محمضين، هي ريحة الافوكادو. إيه مدام هلا بدي اياكي هيك تسترخي وريلاكس مشان اقدر هيك تفوت على جوات بشرتك وتقشر لك كل شيء ميت. يا عمي والله ريلاكس، انا ريلاكس وبسترخيه وعشوائي رح اغفى، خلصيني بقى. رح بلش. يا 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 رب دخلك، يا رب دخلك، رح موت رح موت رح موت رح موت. احترقت ولعت ولعت، عامل بوشي كله دخيل. شو عملت فيي؟ شو عملت فيي يا ربي؟ طولي بالك طولي بالك مدام، هي البشره المحروقه عندك عم تموت وبدها تنقام كلها. والله ما حدا رح يموت غيري، قولي لي قديش لازم يضل كريم على وجهي. لا ما عاد رح نخليه كثير، يعني لسه تقريبا بده ربع ساعة. يا دلي يا دلي يا دلي يا دلي، بعد بدي اتحمل ربع ساعة، دخيلك مش قادرة، لاقي لي حل بليز. طيب معناها خليني انا اروح شوف شو بدي ساوي برجع لك. الو الو، بونسوار دكتورة، بس ما اكون فيقتك. صحيتيني دقيقة بس، الساعة لسه ما جتش 9. خير؟ عايزة ايه؟ لا ما في شيء، بس هيك كان في شغلة كتير صغيرة بدي اياك تساعديني فيها. بصي بقى، لو بخصوص موضوع نفخ شفايفك، انا قلت لك ان هي هتتفجر مش هينفع. لا دكتورة انا ما بدي اعمل شفايفي بوتوكس، بس يعني هيك كنت عم بلعب بلعبة اسمها سيف المعرفة، وهي اللعبة هي اسئلة واجوبة لازم تجاوبي عليهم لتربحي. وبصراحة أنا في سؤال ما رح أجاوب عليه وبدي مساعدتك. وإيه السؤال ده بقى إن شاء الله؟ دكتورة، مركب الفواكه هاد تبعت تقشير البشرة قد إيه لازم نخليه على الوجه؟ يعني من 3 لـ5 دقايق كده، عشان هو مركب قوي جدا، بس أهم حاجة ما يتحطش على بشرة تعرضت لأشعة الشمس. الله يبشرك بالخير. طيب دكتورة هاد آخر سؤال، كيف بينقام؟ يعني بالمي ولا بمحرمة معقمة مثلا؟ يعني يفضل إن هو يتمسح بقطنة معقمة وشوية مي. وآخر آخر سؤال، هاد الكريم محطوط بالعلبة الصفراء أو الخضراء؟